الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ثم أما بعد، هو الدعاء بيغير القدر؟ هل الدعاء يغير القدر؟ أقول بالله التوفيق، نعم الدعاء يغير القدر بإذن الله عز وجل. بص أقول لك على حاجة عشان بس الكلام واضح. أنت كمسلم مطالب أنك تسعى وتأخذ بالأسباب وتترك النتائج على الله عز وجل. يعني مثلا أنا مثلا عايز أقدم في شغلانة مثلا معينة، ليه ان انا اروح اقدم؟ اروح اقدم. طيب وليه ان انا ادعي ان ربنا ييسر لي؟ ليك انك تدعي ان ربنا ييسر لك. انت الاول قبل ما تقدم في الشغل، عارف انت هتقبل فيه ولا مش عارف؟ لا انا ما اعرفش، الله اعلم. خلاص، انت كمسلم مطالب بالاخذ بالاسباب. السيده مريم لما وضعت عيسى، ربنا قال لها فهزي اليك بجذع النخل. الله، طب ده امراه لسه واضعه اصلا، يعني كيف لا ان تهز جذع النخله؟ وهل لو هزت، يعني جذع النخله يحتاج للرجال، ولو مجموعه من الرجال هزوا في جذع النخله ماذا عساها ان تسقط النخله؟ لكن باب الاخذ بالاسباب، هزي يا مريم بجذع النخل. فانت كمسلم مطالب انك تاخذ بالاسباب وتسع وتترك النتائج على الله عز وجل. طيب، ومن باب الاخذ بالاسباب، الدعاء يغير. انت مطالب، ان انت ما تعرفش بكره في ايه، ما تعرفش الوظيفة دي هتقبل فيها ولا لا، ما تعرفش الشغلانة دي هتقبل فيها ولا لا، ما تعرفش البيت ده هتقدر تشتري ولا لا. خذ بالأسباب، افعل ما أمرك الله به ودع النتائج على الله. ومن باب الأخذ بالأسباب، الدعاء يا حبيبي يغير. يغير. انت مش عارف ايه اللي بك، خلاص خد بالأسباب. ربنا قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. في أشياء في اللوح المحفوظ، أشياء لا تتبدل ولا تتغير، وفي أشياء تتبدل وتتغير. يعني التقادير اللي ربنا قدره على 5 أشياء أو على 4 أشياء، في تقدير في اللوح المحفوظ زي ما ربنا قال كده، إن الله كتب، ما النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض، وكان عرشه على الماء. خلاص، في تقادير في اللوح الأزلي مكتوبة لا تتبدل ولا تتغير، وفي تقدير عمري من يوم ما الروح يعني بينفخ في الإنسان بالروح، يكتب أشقي أم سعيد، عمله، رزقه، أجله. وفي تقدير في ليلة القدر، قال الله عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم. وفي تقدير يومي، وكل يوم هو في شأن. طب يعني كل ده ممكن يتغير إلا التقدير الأزلي، ما بيتغيرش. يمحو الله ما يشاء ويثبت على التقدير العمري، على التقدير السنوي، على التقدير اليومي. إنما اللوح المحفوظ لا يتبدل ويتغير. طيب السؤال، أنت عارف اللي مكتوب في اللوح المحفوظ؟ لا، الله أعلم. طب أنت عارف اللي مكتوب في التقدير العمري من يوم نفخ الروح فيك؟ طب أنت عارف التقدير السنوي، التقدير اليومي؟ لا، ما أعرفش. خلاص، طالما ما تعرفش، أنت كمسلم مطالب بالسعي والأخذ بالأسباب. ارفع يديك لربنا كده، عايز أي أمر من الله عز وجل، ارفع يديك، خد بالأسباب. ومن باب الأخذ بالأسباب، الدعاء يغير. خذ بالأسباب ودعي، وسيقضي الله عز وجل ما شاء. قد تدعو ولا يستجاب لك، وفي موقف تدعو ويستجاب لك، طب انا ما اعرفش هيستجاب. خلاص، من باب الاخذ بالاسباب، وانت ما تعرفش اللي مكتوب في الغيب، خلاص خد من باب الاسباب وادعي الله عز وجل. طب يغير؟ يغير باذن الله، يغير باذن الله. انما احنا كمسلمين متعبدون بالاخذ بالاسباب. وكم من دعوة دعوناها ويسر الله عز وجل واستجابها الله له، وكم من دعوة ايضا دعونا الله بها ولم يستجيبها الله عز وجل، وكان من فضل الله عز وجل ان ربنا ما استجابهاش، لان بعد فتره اكتشفنا ان الدعوه دي لو استجيبت لكان فيها هلاكنا. طب بس انت كمسلم ما تعرفش، فخلاص انت ما تعرفش. من باب الاسباب، اخذ بالاسباب، خد بالاسباب. ومن باب الاخذ بالاسباب، الدعاء. والدعاء يغير القدر، يغير باذن الله عز وجل. الله اعلى واعلم.